أنا تقريبا صار لي بحدود 7-8 أشهر كاشط من العلاج. حنة حنة روح 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 الطبيب روح أخذ نزل. رحت الأمير اليوم موعدي أخذ فحص دم. خايتنا ورحنا مشينا وقفت ومشيت دخلت في مستشفى الأميرة يطول بعمرهم هناك. وصلت إلى فحص الدم ماكو واحد بشكل جميل. وقفت نطر دوري دخلت والريال عطاني الرقم ودخلنا. ولا عند الأختنا الهندية وحدة قاعدة تتدرب من جنسية عربية. قلت لأختي خذي من يدي هذه أحسن. كانت تقول لا أنا أخذ من يدك هذه. قلت لا رحت كشفنا ليته تفضل. وأنا بروحي ما أحب الإبر. كانت تقوم قاعد تسوي كذي. قلت لها يعني إذا ما تشوفون الشريان تعالي خذي مني. والله واضح إني واضح. كانت تقول لا أنا بأخذ هني يا بنت عمي. قالت أنا بأخذ هني. قلت لها خذ راحتك. كانت يوم تجيب الإبرة أنا أول مرة أشوف الإبرة. أنا ما أحب أشوف الإبر. كانت تقوم تعطيني الإبرة على الزاوية مني. والله أكسر الخاطر اليوم. كانت تقوم تخزن أطالع ما يطلع دم. هذا الواحد يحط إبرة يطلع دم. هذه حطت الإبرة ما طلع دم. هاي وين راحت هذه إبرة بالخطأ باكر نورم ونطلع بالتلفزيون احنا باكر تسمم شيء. أقولها ما في دم. شو تقولي ها؟ شو تقوم وتلفها كذي؟ إيه لفتها مني. ما أدري أنا بود ما أدري هي قاعدة تجرب. أنا عيوني طلعت. إيش قاعد تسوين؟ يبا أنا بني آدم. شو تقوم وتفز الممرضة الهندية جزاها الله خير. شو تقول لي؟ شو تخز هذيك النظرة؟ خزيها من زمان عورتنا بنت العم ماكو دم. لا وتسوي شيء بالإبرة. شو سيارة هو؟ المهم شو تقوم تشيل الإبرة. قلت اليوم يوم التجارب اليوم أنا ظاهر بيجربون فيني. شو تقوم تطلع إبرة ثانية. قلت خلصنا من هذه بتدش للثانية. قلت يا الله يا كريم تكفى يا ربي. كان تقوم بكل بساطة تخزها بالنص على الشريان طلع الدم. خذت 3 علب خو الأميري ما شاء الله 3 علب 6 علب 7 علب ما عنده مشكلة. خذت 3 علب وحطت لي ثنتين. أنا على الكشخة هني قطنة مني وقطنة مني فوق ملزاق كذي لفتهم يعني هزل في شعر بيدي شوبه بشيله حاط شيرة أنا. المهم استانست. قلت يا رب ويانا إذا أنا يصير معي كذي عشان البشر هذول اللي قاعد يصير معهم. لذا أقول حق وزارة الصحة يعني شوية أنا إيش دخلني رحت التعليم أنا قلت بسولف وياكم خلونا نتحلطم. إحنا عرضنا تقرير المدرسة ترى والله نسيت أنا.